السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الثالث. اليوم راح أكمل شرح الوحدة السادسة ونبدي بدرس السادس lesson 6 اللي هو تحت عنوان How do you get to. عندي خط منقطع يعني نانا اسمي مكان. Listen, mark the bookshop on the map. نانا راح ندرس يا شطورين موضوع الاتجاهات، يعني من أريد أسأل عن مكان شنو أستخدم وشنو هي الطريقة اللي أستخدمها لسؤال عن أي مكان معين. هنا أنا مثل ما تشوفون أكو خارطة، هذا هوتيل، هذا سوبر ماركت، كافيه، بوك شوب. هنا أنا البوك شوب تشوفون خارطة هاي حبايب، هاي أماكن معينة. شو أريد من عندي؟ من أريد أنا بالعامية من أريد نسأل عن مكان معين شو نقول؟ من أريد أسأل عن، أقول له مثلا عن أي مكان شخص يوجهني أو يرشدني إلى مكان معين، شو أستخدم؟ عندنا asking for directions. هذا شوفوا حبايبي راح أرجع أشرحها بالملخص اللي سويته لكم اللي هو هذا. طبعا بالبداية عندي العنوان how do you do، how do you get to. الفوكابولري عندي المهمة، عندي ترافيك لايتس اسم باسم، تورنينج تيرنينج هنا معناتها منعطف، يعني بالعامية نقول استدارة منعطف، سمبل عندي ادجكتيف. الجرامر اليوم او اللانجوج عندي اللغة هي لانجوج اوف دايركشنز، لغة الاتجاهات او الارشادات. اسكينج فور دايركشنز، من اريد اسأل عن مكان شو استخدم؟ استخدم هاي الاسئلة التالية. مثلا انا اريد اروح اسال عن مكان معين شو اقول له؟ اقول له can you tell me how to get to، انا حذكر اسم المكان اللي اريد اني اوصل له. بعدين اقول له how far is it، كم يبعد من هنا، او اقول how long will it take، قد راح يستغرقني حتى اوصل هذا المكان. الشخص المقابل اللي سالناه ايضا اكو لغه خاصه بالجواب، شو راح يستخدم من شو احنا نقول له؟ بالعاميه اطلع قبل، لوف يمنى، خذ يسرى، توصل للترافيك لايت الى اخره. ف giving directions شو راح يقول؟ go to the traffic lights، يعني اطلع اذهب الامام الى توصل الترافيك لايت. بعدين يقول له turn left at the lights، يعني استدار على يسار الترافيك لايت. ثم نقول له take the first turning، يعني حتكون اكو شوارع على اليمين وعلى اليسار، راح نقول له take the first، هنا أنا طبعا حسب المكان، the first turning on the right او left، اخذ المنعطف الاول او المنعطف الثاني على اليمنى او على اليسرى. بعدين نقول له من يلو بشارع، نقول له go straight on، يعني استمر، امشي بالعامية عدل، امشي مستقيم. ثم نقول له go along، استمر بالمكان، go along مثلا اكو شارع معين راو ستريت، مثلا go along اسم شارع هنا طبعا نخليه، go along مثلا الرشيد رود او ستريت. بعدين go past the، امشي او اذهب من امام فد بناية معينة حسب الخارطة. وصلنا لمكان، نقول له the bookshop is on the right او نقول له left مثلا. بعدين هو ينادي يسأل عن بيته، my house is next to my، بيتي هو بجانب كذا او بقرب كذا. حبايبي هاي هي الطريقة للإشارة للمكان معين او للدلالة على مكان معين. What is important here is to make simple drawing